غيرناها كده اهي، بقت بالشكل ده. تمام، تهيألي كده واحد اكتر اهو. تمام، فانا بضغط على ايه؟ على الباب المفتوح. شايفين انتوا الباب؟ بص كده، في العلامة ديت، في اللي بعد منها الترس، بعد منها البويس، بعد كده تمام، بعد كده الباور ملناش دعوة بيه، بعد كده اكزايت او اكزيت اهي اهي. تمام، اكزايت مكتوب سيف اكزيت او اكزايت، بضغط عليها انتر، على زرار الانتر كده بتظهر لي يس ولا نو. تمام، بضغط على يس، هي مضغوطة على يس، ممكن انا لو عايز اغيرها بقت نو، لا انا اخليها يس وانتر بالشكل ده. تمام، اهوت بدأ كده ايه يشتغل الكمبيوتر عندي، بدأ ان هو ايه ينور وبدأ ان هو يشتغل. تمام، ظهر لي تحت خالص لو هتلاحظ ظاهر ديل. تمام، بعد كده اف 9 سيستم واف 12. تمام، منيو اهي، انا مش عارف هي مش ظاهرة كويس. تمام، فانا هضغط على اف 12 او اف 9، ضغطت على اف 12 بالشكل دوت. تمام، في سيف تمام ملناش دعوة بيها، او ستة ملناش دعوة بيها، هنضغط على انتر سطب بالشكل ده. تمام، ظهر لي رجعني لنفس الخلفية اللي انا كنت عليها. تمام، فانا بضغط على اكزيت برضو. تمام، وبضغط عليها يس بالشكل ده وانتر. كمبيوتر بامر الله هيشتغل معايا، جابني على نفس الصفحة. هضغط على اف 9 بالشكل ده، اف 9 اهو. بص كده، فهضغط على المفروض الاوكي اللي تحت، بس ديت هتحتاج الماوس. الماوس اهوت، تمام، بضغط عليه كده عشان يتحرك معايا اهوت، بضغط على اوكي بالشكل ده. تمام، اوكي، فالكمبيوتر طفى بالشكل ده وبدأ ان هو ينور مرة تانية ويشتغل. الموضوع يا جماعة بأمر الله سهل جدا جدا، بس ممكن عند بعض الناس يكون حاجة صعبة. مهما كانت الموضوع سهل بالنسبة لك، ممكن عند شخص آخر يكون صعب جدا. شكرا ليكم، أنا هنتظر بس لحد ما هو ما يفتح للتأكيد بس ولمصداقية المعلومة. بس هنا طلب مني كلمة المرور، بدخلها له تمام بالشكل ده وبضغط انتر. هنا كاتب لي جيجا بايت، مرحبا اهو كده الكمبيوتر بتاعي اشتغل مرة تانية. انا عايزك تتعلم الخطوات علشان انت تفيد نفسك، انت اللي هتستفاد تمام وتعمل كل حاجة بنفسك. ولو شايف نفسك استفدت من الفيديو ما تنساش تعمل لايك للفيديو، ما تنساش تكتب لي كومنت في التعليقات، وما تنساش تعمل مشاركة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وشكرا ليكم، وكل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما تنسوش تصلوا على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. شكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.